السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم البنات عندنا الدرس ديال الفصاله ان شاء الله. غنفصل معكم واحد الموديل كما كتشوفوا معايا عندي هنايا التوب. اول حاجه غنترحموا على دوك الناس اللي ماتوا في الزنزال، الناس الله يرحمهم ويوسع عليهم، الناس مساكن دراوش الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم عليهم. الحمد لله على كل حال وعلى سلامتنا حنايا ملي جينا من هذا الزنزال، الحمد لله. دابا ندوزو للفصاله ديالنا كما كتشوفوا معايا. عندنا هنايا توب ريحانه كريب، عندي فيه 3 متر. غنفصل معكم هذا الموديل هذا ونبداو دابا على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي الكمام. غنسرح التوب ديالي على الطول حيت غندير البلي في الصدر، والظهر غيكون سامبل يعني ما غاديش يكون فيه لي بلي. غنسرح التوب على الطوله ديالو كما موالفين على طولو، عندني على جوج. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، ونعاود نثني على 4 بحال هكا. صافي، دابا اول حاجه غنحيدها هي الطول ديال الكمام. غندير في الطاس لكم، غندير فيه غندير هنايا 60 زائد 65، غندير 68 حيت غندير واحد الباندا هنايا غتنى على جوج. غندير هنايا 68 سنتيم، 160 كنسطرها تاع الراس ونقطع. من بعد عاد نفصل الكمام ديالي، نشوفوا الطريقه ديال الفصاله ديالهم. دابا غنحيد هاد الثوب ونقطعو، من بعد غنرجع عليهم ونفصلهم. نحيدو هذا الطرف هذا يعني 68 سنتيم، حيدتها في الطول. دابا غنشد الثوب غنثنيها العرض وغنقسم على جوج. التوب ديالي على جوج، بحال هكا. دابا غنحيد واحد القطعة ونخلي وحدة. نحاول نثني على ظهره باش ما نطراسيش على وجهه. نثني على جوج، نجرب بحال هكا نقاد التوب ديالي. دابا غنبداو الكتاف ديالنا هنايا، كنتمنى يبان لكم مزيان. غنبدا هنايا الكتاف، فوق هنايا الكتاف غندير هنايا 40، غندخل ب 8 سنتيم هنايا دورة العنق. غنجي لهنايا غندير 26، غنقسمها على جوج بحال هكا، وغنطيح الكتف ديالي ب 3 سنتيم ودورة العنق 2 سنتيم باش كنطيحوه. وكنجيو لهنايا القطعة اللي بغينا تجينا، بغينا تجينا في الصدر، فوق الصدر يعني. غنهودو حنايا 24، غنهودو ماشي، غنهودو 23 سنتيم، 23 من الفوق
23 ها هي. ثلاثة وعشرين وغنحاول التركيز، يعني نطراسي التركيز ديالي باش نبان لكم. انا دابا طراسيت هاد السطر هذا 23، هوت من هنا لهنا 23، كنتمنى تفهموني. ودابا غنشدو عبار السطر هنايا، يعني نشوف شحال عندنا، نديرو هنايا 32، غنشدو التركيز ديالنا نطراسيوه عادي بحال هكا. ملي غنطراسيو التركيز ديالنا، يعني اش كيبان لينا؟ كيبان لينا السطر مقطع من هنا ومخلي لينا هاد الزيادة هادي في التركيز، يعني شي 8 سنتيم بحال هكاك خاصنا في التركيز، يعني خاصنا نزيدوها هنا في هاد البلاصة هادي لتحت فين خاصها تزاد. ودابا دورة العنق هنايا غندير 12 سنتيم، غنهبط بها هنايا 12 سنتيم، هي كيف كتشوفوا معايا دورة العنق ها هي دايرة، والقطعة غتجينا هنايا كما كتشوفوا معايا. وغنجي لهنايا شحال خرجنا من هاد النقطة هادي لهنايا، غنحاول ندير هنا 20، واللي بقات غنزيدها يعني في داك التركيز اللي بقى لينا. صافي نحاول ندورها في التركيز بحال هكا، داك التركيز اللي بقى لينا صافي، ونقطع النيشان تاع لتحت. والطول غنشد الطول ديالنا، يعني كل واحد طوله شحال عنده في الطول. هذه غندير فيها متر و 45، متر و 45 صافي. دابا غنقطع غنبداو من هنايا من الكول، حدي هنا ونحبس، عاد نقطع باش نقطع هاد القطعة اللي الفوقانية، نقطع نحيدها، وملي نوصل هنايا غنهود معاه هنايا باش نكمل التركيز ديالي. ما كتشوفوا معايا البنات، دابا هذه غتجي فيها لي بلي كبار، وهذه هي اللي غتكمل ليا التركيز ديالي من بعد. يعني كما كتشوفوا معايا غنقاد من هنايا بالمقص، هذه هي اللي غتكمل ليا من غيكونوا هنا لي بلي بحال هكا، يجيو لي بلي بحال هكا. وها هو التركيز ديالنا كما كتشوفوا معايا، وهنا غنقطع ونقطع الطول اللي عندي. صافي غنبدا هاد الحاشيه دابا، كنتمنى تفهموني يا البنات، ونكون بسيطه في الشرح ديالي. انا اي موديل كما كنفصل انا هنايا كالطريقه باش كنفصل راه كنشاركها معكم، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. اي موديل كما كنفصل راه كنفصلو معكم بالطريقه ديالي. وهذا الموديل كيطلع صراحه كيطلب بزاف ديال الناس كيبغيو، كيطلع زوين في اللبسه ديالو، كيطلع انيق في اللبسه ديالو. صافي هادو غنحيدهم، دابا ندوز نفصل معكم الظهر. الظهر غيكون سامبل، ها هو الطرف ديالنا، غنثنيو كذلك على جوج حتى هويا. وها هو التوب ديالنا البنات، من بعد ما سرحناه ها هو جا على الشكل هذا على جوج، يعني ثنينا على جوج. وغنبداو دابا نطراسيو العبارات ديالنا، درنا 20 دورة العنق 8 سنتيم، غنجيو هنايا التركيز هنايا
عندي 26 نقسمها على جوج ديروا 3 سنتيم. وبالنسبة للبنات اللي بغات دير بليه في الظهر راه كتخليه هنايا شي 4 سنتيم وكدير بليه في الفوق هنايا في الظهر. انا ما بغيتهاش ما بغاش نديرها، اللي بغاتها راه بامكانها ديرها. كتخلي 4 سنتيم وكتراسي العبارات ديالك من هذيك 4 سنتيم كتخليها، وملي غتخيط مونطي راه غتخلي القيمه ديال البليه ديالك اللي غتجيك في الظهر. 32 وغنهبط هنايا ب 14 سنتيم وغندخل بواحد 2 سنتيم ندير 30 هنايا، ومن هنايا غنسطرها نيشان لتحت الجلد. اول حاجه غنعبر الطول ندير 1.45 متر وغنتراسي من هنايا من هاد النقطه هادي الجلد لتحت. والجلايل البنات كذلك كنشدوهم كنطلعو هنايا ب3 سنتيم كنهزو الجلايل ديالنا بواحد 3 سنتيم من تحت باش ما يجيوناش الجلايل طايحين. صافي دابا ما طيحتش الكتف ديالي هنايا، غنطيحو الكتف ديالنا ب3 سنتيم، دورة العنق 2 سنتيم، يعني هذا الظهر كطاح ب2 سنتيم. بالنسبه لي بغا يدير الجياب راه كيكراني البلاصه ديال الجياب، الا بغينا نديرو الجياب كنهبودو من هنا لهنايا 15 سنتيم وكنطراسيو الجيب ديالنا نديرو فيه 16 سنتيم. 16 سنتيم غنكراني هنايا، نزيد نقطع هنا غنكراني ندير فيها الجيوب. صافي صافي ها هو الظهر البنات حيدناه دابا، حيدو هادو معاهم. دابا ندوزو للكمام، هداك التوب اللي قطعناه في الاول ها هو نفصلو منو دابا الكمام. كنجي هنايا التركيز الفوق غندير هنايا 27 سنتيم، 27 كنهود هنايا 12 سنتيم، 12 سنتيم كنسطرها نيشان هنايا القنت وكنشدوها كنقسموها على جوج وكنزيدو نقسمو على 4. هنايا كنهودو سنتيم ونص وهنايا كنطلعو سنتيم ونص. صافي هذا هو الكم ديالنا. ودابا غنشدو الطول ديالكم هنايا، هنايا قطعنا 68 سنتيم، 68 غنخليه هنايا 10 سنتيم، 68 غتكون 150، غنقطع هنايا 58 150 سنتيم، حيت هادي غتكون ليا باندا وغنتنيها على جوج. وغنحاول هنايا ندير 25 باش يجيوني لي بلي لتحت وكنسطرها من هنا لهنا الفوق.
حاول نقص شويه من ديك 25، جاتني عريضه بزاف. نوريكم شحال درت، درت 23 البنات، 23 باش ندخل في الكم ديالي بحال هكا 23. ودابا هادي فيها 10 سنتيم، نحاول نطراسيها 10 سنتيم باش نقاد 10 سنتيم باش نقاد لكم ديالي بحال هكا. وهادي غنخليها البوندا، غندير فيها 14 سنتيم، غنقطعها من هنا 14 صافي. دابا غنقطع لكم ديالي من هنايا نيشان، ها هو لكم. وغنجي نحيد هاد 10 سنتيم ديال البندا اللي خليت، وغنحاول نحيد هاد الزياده هادي اللي ما كاتاش. دابا هادي غنحاول نديرو ليها بحال هكا في المونتاج، غتنا على جوج يعني على الشكل هذا، وتجي بحال هكا، وغتكون فيها الصفه هنايا هي اللي غتجمع لينا الكم ديالنا. صافي ها هو الكم ديالنا. دابا البنات غنحيدوه وغندوزو اش بقى ليا دابا، بقى ليا داك فاش غنفيني الكول. الكول كنفينيه بواحد توب كتكون فيه 3 سنتيم، كنشد التوب كنهنيه بحال هكا تكون فيه 3 سنتيم، نقطعها بحال هكا. وملي كنسورجي هذا باش كنفيني الكول، ما كنديرش الدوبلورات، هذا كنشدو كنسورجي بالسورجي وكنمونطي به الكول ديالي. وبقاو ليا الجيوبه دابا هما اللي بقاو، ناخذ هاد التوب هذا نقص معكم الشيوبه، هذا غنثني على جوج كما كتشوفوا معايا. الشيوبه راه ساهلين، اغلبيه الجيب راه كتكون فيه 30 حتى 32 سنتيم. صافي كنشد كندور، هذا مثني على 4 البنات، التوب مثني على 4. نحاول نقطع هنايا وغنحل من هاد البلاصه هادي حيت مسدوده. صافي دابا البنات وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، ودابا غنشارك معكم الموديل ان شاء الله ملي غنخيطو غنشاركو معكم كيطلع، ونتمنى يعجبكم. وما تنساوش ليا البنات تشجيعات القناه ديالي والبنات اللي كيدخلوا عندي، كنشكركم على الكومونتيرات ديالكم. السلام عليكم، ها هي العبايه ديالنا البنات، صافي كملتها دابا مونطيتها، يلا جتها من المصبانه مصلوحه، وكما كتشوفوا معايا جات على هذا الشكل هذا، فيها هاد القطعه هادي في الصدر كما كتشوفوا معايا بحال هكا، والكول ديالها داير. وفي الكمام درت ليها هاد البليه هادي بالصدفه كما كتشوفوا معايا، جات على هاد الشكل هذا، جات زوينه. وفيها هاد البلي هادو في الكمام، والجياب جياب راه ما كيبانوش، كيجيو مخشيين لداخل، كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وكتعطي العرض البنات، راه فيها العرض لتحت كما كتشوفوا معايا، راه عريضه من التحت، يعني راه عبايه كتجي جميله ورائعه جدا. وشكرا لكم البنات على المتابعه ديالكم، وما تنساوش على الفيديو هذا الا عجبكم لايك وكومونتير زوين.
شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.